السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. سنوضح في هذا المقطع زمن الـ Present Simple Tense، زمن المضارع البسيط، وهذا الزمن مهم جدا في كل مرحلة من المراحل، لأنه موضوع قواعدي متعلق في جميع من المواضيع القواعدية الأخرى. هذا الزمن in English Present Simple Tense، in Arabic زمن المضارع البسيط. هذا الزمن نستخدمه للتعبير عن ثلاث أمور. الأمر الأول نستخدمه للتعبير عن الحقائق. الماء يغلي في 100 درجة سيليزية، هذه حقيقة، فلازم نستخدم للتعبير عن هيك أمر، هيك معلومة، لازم نستخدم زمن الـ Present Simple المضارع البسيط. والأمور اللي تحدث بتكرار، يعني أنا ألعب طوبة مثلا كل 3 أيام بالأسبوع مثلا، أنا أذهب للمدرسة 5 مرات بالأسبوع مثلا، وعن الأمور اللي هي الـ Permanent Situations الحالات الثابتة كمعتقدات، ما نحب وما نكره، فذن هنا It's called Permanent Situations. اسم الزمن مهم جدا حتى تميزه، اللي هو الـ Present Simple Tense. لكل زمن قانون وقاعدة. هنا القانون مال هذا الزمن يكون أكيد Subject، فاعل في بداية الكلام، بعد الفاعل مباشرة راح يكون عندنا Verb، بعد الـ Verb الـ Complement تكملة الجملة. هذا القانون مهم جدا وهو ثابت في كل الأزمنة. السبجكت من أو ما يقوم بالحدث، سواء كان عاقل أو غير عاقل. نجي للفيرب، لفعل الجملة. فعل الجملة في زمن المضارع البسيط يقسم إلى كم حالة؟ إلى 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون فعل الجملة مجرد، مثل كلمة play. والحالة الثانية أن ينتهي بأس، مثل الفعل plays. والحالة الثالثة أن يكون verb to be، فعل كينونة. أفعال الكينونة بزمن الـ present simple هما الـ am والـ is وأكيد الـ are. 3 حالات للفعل في هذا الزمن. خلينا نأخذ أول حالة وهي الـ verb to be. هذا الـ verb to be بشرط كاستخدام، أريد أستخدمه، شرط وحيد لازم يتوفر حتى أستخدم هذا الزمن، أن أجد بي داخل القوس. لازم تلقى بي بالقوس، يلا تعتبر فعل الجملة ماذا؟ فعل الجملة verb to be. For example، لاحظ وياي هذا المثال. ليث بي a good student. هل وراهم not؟ يعني شو يصير الحل؟ لو am not، not ممكن، is not أو isn't، are not أو aren't. لك حرية الاختيار فيما إذا كان الفعل تختصره وتخليه مثل ما هو مع النفي. فمن ألقي not be لازم شخلي لو am not، لو is not، لو are not، معتمدا على السبجكت، على فاعل الجملة. ما لقيت لا not be ما موجودة، راح تلقي not زائد أي فعل مجرد، مثل ما موجود بالمثال number one، not study، not play، not زائد فعل مجرد. معناته هنا بزمن the present simple ستسبق هذا القوس إما بدو أو تسبقه بدز، يعني والقوس يروح، يعني هاي النوت ستدي لازم أخلي قبلها لو دو لو دز، هاي النوت بلاي أخلي قبلها لو دو لو دز. واضح؟ فراح أجي هسه لهنا أنا شو وقت أخلي دو وشو وقت أخلي دز. أرجعك وياي، تتذكر قبل شوية قلنا شو وقت نخلي أس؟ إذا هي شي ات اسم مفرد، نفس هالدستر بيها اس، يعني اذا لقيت قبل القوس هي شي ات اسم مفرد، يعني ضمائر الغائب او فواعل الغائب، لازم الفعل شو تخلي له؟ تاخذ دز. واذا لقيت البقيه
لازم فعل الجملة يكون مجرد. اجيت للإجابة ليلى not steady، يعني ايش راح أقول؟ راح أقول ليلى does not steady وأقول hard. سويت بهذا المثال بس خليت does قبل القوس، ما غيرت شيء، يعني النوت على حالها والاستدي على حاله. ليش خلينا دز ما خلينا دو؟ لانه عندنا ليلى. لاحظ وياي تو they not play، لانه they من البقيه مو من جماعه الغائب، لا هو هي ولا شي ولا it ولا اسم مفرد. اذا ناخذ دو راح يصير they do not وتكمل play football وللاخير. هنا ليش خلينا دو؟ لأنه عندنا they. زين لاحظ الثري he not be a good player. زين not be يعني كينونة منفي، ال he ش ياخذ؟ ياخذ am لو is لو are. احكي ش ياخذ؟ عافية ابني الورد. ياخذ is، فراح يصير is not لأنه عندنا منفي، فراح جنابك تقول he is not a good player. طبعا بالنسبة لل not be then نزلم بالإجابة على هيك ترتيب. هذا فيما يخص الصيغة الثانية اللي هي صيغة النفي لهذا الزمن. أسئلة لهذا الزمن راح يكون عندنا نوعين من الأسئلة. النوع الأول هو السؤال الذي يبدأ بأداة. طبعا مسبقا أنت تعرف الأداة، إما تبديلي بالحرفين WH أو تبدأ بالمقطع هاو. يعني كل أداة لازم تبدأ بهذه البدايات، يعني الأداة لازم بالبداية، بعد الأداة either do or does، لو نخلي do لو نخلي does. طبعا الدو والدز من أخليهم معتمد على من؟ على السبجكت. إذا هي شي إت اسم مفرد أخلي does، I we you they اسم جميع أخلي do. سبجكت ورا السبجكت لازم الفعل بصيغة السؤال يكون مجرد مهما كان الفاعل. هذه صيغة السؤال أو الأداة إذا عندي أداة. يعني مثلا هنا عندي أداة؟ لا. هنا أكو أداة؟ كذلك لا. هنا أكو أداة؟ لا. هنا أكو أداة؟ أي نعم. شلون عرفناها أداة؟ بيش بادية؟ بادية بذن الحرفين، مو قلنا W H؟ فذن من تلقاهن معناته سؤالك أبو الأداة. شنو نقص السؤال حتى يصير مثل القانون الأول؟ يعني where you live، طبعا قال present simple، فالمفروض الوير الأداة غير. أنا أجي أنزل الأداة شو أقول؟ أجي هاي الأداة مالتكم كتبت لكم إياه، هذا السبجكت you ياخذ do لو does؟ أكيد ياخذ do. فش راح نخلي؟ راح نخلي دو. ورا الدو المفروض ننزل السبجكت، ورا المفروض ننزل الفعل بصيغة المجرد مثل ما هو ونكمل ومثل ما موجود نكتبه. هذا الترتيب ليش طبقنا؟ لأنه عندنا سؤال بأداة. فشنو النقص؟ دائما من ينطوك سؤاله بأداة لازم نقص إما دو أو دز، لازم. إذا ما عندك أداة مثل هاي الجملة المنتهية بعلامة استفهام، لاحظوا وياي لاحظوا وياي، فهنا شنو؟ هنا ما عندك أداة، فكيف تتعامل مع الموضوع؟ إذا ما عندي أداة أستخدم لو دو لو دز تكون بالبداية. إذا الفاعل هي أو شي أو إت أو اسم مفرد لازم ناخذ الدز ام الاس وياي، وين تخليها الدز؟ بالبدايه. فلانه فاعل الجمله هي نضع قبله دز ونكتب ما تبقى من الكلام كله دون اي تغيير. ايش خلينا؟ بس خلينا دز قبل الفاعل. اذا الفاعل يو بس نخلي دو قبل الفاعل، فصارت دو يو لايك وتكمل الكلام للأخير. فهنا لازم تسبق الفاعل لو دو لو دز. إذا هي شي اسم مفرد دز، I we you they اسم جمع تخلينا دو.
لاحظ وياي النقطة رقم 3 اللي بها ملاحظة. They be nice to you. طبعا هنا الجملة استفهامية وفعل الجملة كينونة. الفعل الكينونة شنو مساء سولفنا عليهم؟ لو ام، لو از، لو ار. اذا ايش تاخذ؟ تاخذ ار. شوف عين، اولا هذه راحت صار بدالها شنو؟ بدالها ار. بالسؤال الار هنا مكانها لو وين؟ مكانها قبل الفاعل، يعني لازم تقدمها بالبداية. فكيف تصبح؟ تصبح are they nice to you. يعني ايش سوينا؟ البي سويناها كينونة ار، تمام؟ وقدمناها على الفاعل. ليش؟ لانه الجملة سؤال، اذا سؤال الاز والار يقدمون بالبداية. نسبق الفاعل باز او ار ونكتب الكلام كله، بس البي ما تكتبها، مو تكتبها. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لصيغة السؤال، إذا كان سؤالك بأداة أو ما بأداة. آخر ملاحظة لهذا الموضوع، لأن الظروف ظروف التكرار، وكذلك هذا الظرف every. every زائد اسم ثابت موقع في نهاية الجملة دائما، أي جملة يكون موقع بالأخير. هذا بالنسبة لأفري، وممكن بالبداية لكن الموقع الأساسي بالأخير. نجي لذني الظروف، ال always, sometimes, often, usually, never, rarely, occasionally, once a week, twice a week. الظروف الأخرى الموجودة عندنا. ذني إلهن مكانين. لو قبل الفعل الرئيسي، إذا كان فعل رئيسي بالجملة، هذا مو فعل رئيسي يعني قبله، هذا رئيسي قبله. وبعد الكينونة، قبل الرئيسي وهذا الموقع ثابت. قبل الفعل الرئيسي وبعد أفعال الكينونة، هذا فيما يخص زمن المضارع البسيط.